مرحبا متابعي قبل وبعد تي في في فيديو جديد. يوميات جميل وهناء من روائع المسلسلات الكوميدية السورية سنوات التسعينات، يحكي بطابع كوميدي يوميات عائلة جميل مع زوجته هناء وأولادهم بين المنزل والعمل والحب والغيرة والكثير من الأحداث والمواقف المضحكة. المسلسل من بطولة أيمن زيدان ونورمان أسعد وسامية الجزائري وأيمن رضا وحسام تحسين بيك وإخراج هشام شربتجي، وعرض لأول مرة على شبكة راديو وتلفزيون العرب سنة 1997 وأعيد عرضه في العديد من القنوات العربية. وإليكم الآن أبطال المسلسل بعد 26 سنة.